بيتكلم على حاجه اسمها الريليتيف ايكوليبريم، او بيسم زي العنوان كده بقى مكتوب. كلمه ريليتيف يعني نسبي صح، وايكوليبريم يعني ايه؟ يعني اتزان، يعني معناها ان هو اتزان نسبي، او في بعض المراجع بتسميه ايه كونديشنال ايكوليبريم، الاتزان الايه المشروط، يعني لازم يبقى ليه شروط معينه عشان يحصل ايكوليبريم. قبل ما نخش بس في تفاصيل الموضوع ده، احنا كنا اتكلمنا في شابتر 2 على ثيوري اوف مانومترز او البريشر ميجرمنت صح كده، كنا بنتكلم على الجزء الخاص بالاستاتكس. كنا بنقول ايه؟ لو انا عندي ريزرفوار بالشكل ده كده صح يا جماعه، وده كده انا بنسميه ايه الفري سيرفيس بتاعه، اللي هو المفروض البريشر عنده كجيج يعني يبقى بكام؟ بزيرو. قلنا اي نقطه في الفلو فيلد ده او في الليفل بتاع ده البريشر عندها مين لي فانكشن في مين يا جماعه؟ الزد، وده الزد دايركشن صح؟ هل كان في بريشر بيعتمد على الاكس او الواي؟ لا. طيب حلو جدا، تخيل معايا ان الريزرفوار بتاعك ده كله بيتحرك بالفلويد اللي جواه تمام؟ الحركه دي بيسموها اللينير موشن، اسمها ايه يا جماعه؟ حركه خطيه، يعني بيتحرك مثلا بالاتجاه ده باكسلريشن اسمها ايه؟ اكس، وبيتحرك الاتجاه اللي فوق ده باكسلريشن اسمها ايه؟ إذن. هل الوضع ده يمثل وضع ستاتكس ولا داينامكس؟ انا خدت الكونتينر والفلويد اللي جواه وجريت بيه، هل في الحاله دي اللي ينطبق عليه ينطبق على الفلويد اللي موجود جوه الريزرفوار وثابت في مكانه؟ يا جماعه اكيد لا، يعني صح؟ انا دلوقتي الفلويد كان موجود وكان ثابت في مكانه وما بيتحركش، دلوقتي بقى هو والكونتينر بتاعه بيتحرك. مش انت عندك لو عندك جسم جواه فلويد وخدته وحركته، يبقى اذا الجسم والفلويد بيتحركوا بسرعه الحامل اللي صح اللي بيحركهم، يعني صح كده؟ يبقى في الحاله دي انا ما ينفعش اطبق القوانين اللي اتعلمتها في الاستاتكس صح؟ صح ولا لا؟ طيب تعالوا نفكر مع بعض كده شويه. لو حضرتك شلت الاكسلريشن من اتجاه الزد دايركشن دي، وعندك الريزرفوار اللي مرسوم قدامنا ده، خدته فاكر لك حركته لقدام باكسلريشن اسمها اي اكس، حضرتك متوقع ان الفري سيرفيس بتاعك ده هيفضل زي ما هو كده ولا هيتغير؟ هيتغير. هي ايه؟ في هيتغير صح؟ ده منطقي لان الفلويد اللي موجود جوه ده ليه وزن صح؟ فلما تيجي تشده اكيد الوزن ده هيريزيست الحركه دي. الريفليكشن ده يبان فين؟ يبان في شكل الفري سيرفيس بتاعك، بدل ما هو كده هيروح مايل شويه كده صح؟ حد عنده مشكله؟ لا. طب لو زودت الاكسلريشن اكتر يميل لتحت ولا لفوق؟ يعني لو سميناها الزاويه دي سيتا مثلا، زودت الاكسلريشن يعني شديت اكسلريت بمقدار اكبر، ده يميل لتحت ولا فوق؟ يبقى السيتا دي تزيد صح؟ صح يا جماعه؟ ماشي. وهكذا كل ما تزود اكتر كل ما السلوك بتاعك ده يحصل له ايه؟ يزيد، يقعد يزيد اكتر صح؟ يبقى اذا اولا السيتا دي بتعتمد على الاكسلريشن انت بتتحرك بيها صح كده؟ دي اول حاجه. ثاني حاجه لازم يبقى في قوانين جديده اشوف ايه اللي حصل جوه الفلو فيلد ده بناء على الحركه اللي اتحركها الريزرفوار ده. حد عنده مشكله؟ الناس بتوع فلويد ميكانكس راحوا واخدين اليمنت صغير جوه الفلو فيلد بتاعك ده وسموا الطول ده دي اكس، وسموا الطول اللي هو اللي جوه السبوره ده دي واي، والراس ده دي زد. حد عنده مشكله كده يا جماعه؟ ادام الريزرفوار ده كله بيتحرك باكسلريشن يبقى اي اليمنت جواه هيتحرك بنفس الاكسلريشن صح؟ وبالتالي يبقى ده كده بيتحرك لقدام باكسلريشن اسمها اي اكس، وبيتحرك لفوق باكسلريشن اسمها اي زد. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طب مش ممكن اطبق على نيوتن سكند لو اوف موشن على الاليمنت الصغير ده؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ اقول السميشن بتاع الفورسز بتاعتك اللي بتاكد في الاكس دايركشن بيساوي الماس في الاكسلريشن بتاعت الاكس دايركشن صح كده؟ حد عنده مشكله؟ وكذلك الواي والزد، بس احنا هنا بنحل 2 دي بس اللي هو الاكس والزد تمام؟ فبالتالي هم عملوا الاكسرسايز ده ولما طبقوا المعادله في اتجاه الاكس دايركشن طلع ان بارشل بي بارشل اكس تغير البريشر مع الاكس بيساوي نيجاتيف رو في الاكسلريشن في اتجاه الاكس تمام يا جماعه؟ فانت دايما لما تيجي تبدا منين؟ تبدا من هنا تمام؟ طيب وقال لك برضو ان تغير البريشر مع الزد بيساوي نيجاتيف رو في الاي زي في الاي زد زائد الايه؟ زائد الجي. في العادي يا جماعه لو انت بتتكلم عن الاستاتكس عشان تحس برضه بالفرق، كان بارشل بي بارشل اكس بكام؟ بزيرو، وبارشل بي بارشل زد بيساوي نيجاتيف ايه يا جماعه؟ عشان ما كانش فيه اكسلريشن
صح؟ في حالة وجود الاكسلريشنز اتغيرت الايكويشنز دي وبقت هي بالشكل ده كده. حد عنده مشكلة؟ طيب لو عايز اعرف فرق البريشر بين نقطتين، انا دلوقتي خلاص بقيت مقتنع ان البريشر ده بيعتمد على الاكس والزد، يعني هو فانكشن في مين يا جماعة؟ الاكس والزد، صح؟ لان هو بيتغير مع الاكس وفي نفس الوقت بيتغير مع مين؟ مع الزد. طب مش اقدر اقول والله ان الدي بي عبارة عن partial p partial x دي x زائد partial p partial z دي z. حد معترض على الكلام ده؟ اللي هو total differentiation بيساوي partials في المجموعة يعني، صح كده؟ partial p partial x احنا قلنا ان هو عبارة عن ايه؟ negative rho ax ده كده negative rho ax dx plus ناقص بقى rho az زائد g dz. حد معترض؟ طب لو عملت انتجريشن عشان اشوف فرق البريشر بين اي نقطتين، فهكامل هنا من 1 ل 2 وكامل هنا من 1 ل 2 ونفس الحكايه هنا من 1 ل 2. اوصل لايه يا جماعه؟ اوصل للشكل ده، ان فرق البريشر بين اي نقطتين اللي هو بي 2 ناقص بي 1 هيساوي نيجاتيف رو في اي اكس اكس 2 ناقص اكس 1 ناقص رو اي زد زائد جي في زد 2 ناقص زد 1. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ يبقى اذا لو انا عندي الكونتينر بتاعي اتحرك باكسلريشن في اكس اسمها اي اكس في اتجاه زد اسمها اي زد، يبقى فرق البريشر بين اي نقطتين في الفلو فيلد اجيبه من العلاقه دي. حد عنده مشكله؟ عكس زمان كنا بنقول ان الدلتا بي بتساوي رو جي في الدلتا اتش، صح؟ ده اللي هو كان مستهدف. حد مش مقتنع بالكلام ده؟ طيب تعالوا ناخد نفس الكيس اللي كنا بنتكلم عليها دي. مش احنا اتفقنا ان ده البري سيرفيس بتاعي لو ايه؟ لو هو ساكن، صح؟ لما يبتدي يتحرك فبالتالي بقى عندي فري سيرفيس الجديد بتاعي بقى هو الخط المايل ده اللي هو هسميه مثلا اي بي. حد عنده مشكله يا جماعه؟ لو انا جيت اشوف فرق البريشر ما بين نقطة A و B، مش الاثنين دول واقعين على الفري سيرفيس، صح؟ قبل ما اشوف حط لي بس المحاور بتاعتك هنا كده، ده الاكس وده الزد، تمام؟ طيب يبقى اذا بي بي ناقص بي اي هيساوي كام يا جماعة؟ هيساوي زيرو، لان النقطتين دول واقعين على ايه؟ على الفري سيرفيس الجديد، مش ده كده الفري سيرفيس بتاع حضرتك الجديد؟ صح؟ طيب ده كده المفروض هيساوي نيجاتيف رو في الاكسلريشن بتاعتك في فرق الاكسات ما بين نقطة A و B، مش أنا عندي ده محور X بيبدأ من هنا، صح يا جماعة؟ يبقى الـ X A بكام؟ بزيرو. طب الـ X B؟ بالطول ده، يبقى إذا الحتة ده هي كده أهو، دي كده اسمها يا جماعة؟ دلتا X، صح؟ حد عنده مشكلة؟ الزد بتاعت نقطة ايه؟ هي دي، صح كده؟ طب والزد بتاعت نقطة ايه؟ هي دي، يبقى دي كده زد دي ودي كده زد دي. حد عنده مشكلة؟ طب الفرق بين الاثنين ده اللي هو هيبقى الطول ده اسمه ايه يا جماعة؟ الدلتا زد، صح؟ لو جيت للمثلث ده اللي بقى عامله الفري سيرفيس الجديد وقلت ان دي سيتا، يبقى مش المفروض تان سيتا دي هتساوي الدلتا زد على الدلتا اكس؟ حد معترض؟ دي خليها على جنب دلوقتي. نرتب بقى المعادله دي، يبقى دي نيجاتيف رو في الاي في الدلتا اكس ناقص رو في الاي زد زائد الجي في الدلتا زد، صح يا جماعه؟ لو رتبت المعادله دي هتلاقي ان عندك الدلتا زد على الدلتا اكس هيساوي نيجاتيف اي اكس على اي زد زائد جي. هو زي ما قلنا من شويه ده بيساوي ايه يا جماعه؟ تان سيتا. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ المعادله دي اللي هي دلتا زد على دلتا اكس بيساوي الكلام ده، دي معادله ايه؟ تمثل معادله ايه؟ احنا جبناها فين؟ على الفري سيرفيس، صح؟ يبقى اذا الايكويشن دي بتبريزنت ايه؟ الايكويشن بتاعت الفري سيرفيس، صح؟ مش دي شبه الستريت لاين؟ دلتا زد على دلتا اكس بيساوي حاجه الناحيه الثانيه، يبقى دي كده ايه؟ معادله فري سيرفيس اللي هي تعتبر ستريت لاين.
حد عنده مشكله؟ وده بياكد لك ان شكل الفري سيرفيس بتاعك الجديد هيبقى عباره عن ايه؟ ستريت لاين. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ فاذا من المعادلات دي اقدر اعرف فرق البريشر بين النقطتين، اقدر اعرف السلوب اللي هيميل بيه الفري سيرفيس بتاعي هيبقى عامل ازاي. حد يا جماعه مش معترض على الكلام ده؟ حد عنده مشكله؟ هو احنا دي قلنا دلتا اكس، مش الاكس هضيفه ثابت على طول يعني لو مال المسافه اكس ما بتتغيرش. لا في حاجات مش هتفضل فيها كده. ليه؟ طب الزتاح قوي ممكن تتغير. لا لا انا هديك مثال كويس انك سالته. لو انا قلت ان التانك ده مقفول هنا كده وزودت الاكسلريشن فده هيبقى عايز يطلع كده صح؟ طب ما هو لما يجي يطلع عشان يوصل لهنا كده هيلاقي قدامه البارير ده، فبالتالي الفري سيرفيس بتاعك يحصل له ايه؟ يتشفت لقدام فيبقى شكله عامل كده. فاذا مش دايما الدلتا اكس اكروس الفري سيرفيس هتبقى ثابته. اه تمام. فهمت قصدي؟ دي هنحل عليها سؤال. حد عنده مشكله يا جماعه؟ يبقى دي كده الجفرنج ايكويشنز بتاعت الايه؟ اللينير موشن. الايه؟ اللينير موشن. حد عنده مشكله؟ لا. حلو قوي. تعال نحل عليها دي قبل ما ننساها. ده كده ايه اول سؤال في الشيء. بيقول لك ان انت يا جماعه ركزوا بقى. بيقول لك ان عندك كارت بالشكل ده بتتحرك لقدام وموجوده موجود فيها فلويد تمام. بيقول لك ان عند اكسلريشن معينه اسمها اي اكس كان ده شكل توزيع الفلو جوه الكارت تمام. قال لك النقطه دي كانت على ارتفاع 28 سم من البوتوم بتاع الكارت، والنقطه دي كانت على ارتفاع كام يا جماعه؟ 15. والويتس اللي انت شايفه هنا في الشاشه ده او سوري في السبوره ده كام؟ 100 سم. عايز يعرف الاكسلريشن بتاعه اللي بتتحرك بيها الكارت دي كام عشان الشكل ده كده يتحقق. هنجيب الثيتا. نعمل ايه؟ نجيب الثيتا. معانا الثيتا ومعانا معانا الثيتا ودلتا زد. الافضل لان الثيتا يا جماعه ليها ساين كونفنشن، يعني الثيتا المفروض ان ليها ساين كونفنشن اكوردنج انت بتقيس مع عقارب الساعه او عكس عقارب الساعه. الافضل لما تجيلك حاجه زي كده استعمل المعادله دي افضل. فاهمين قصدي؟ انا هقول لكم على موضوع الساين كونفنشن ده، بس ده افضل عشان ما تتلخبطش. مش انت عندك نقطتين موجودين اوريدي على الفري سيرفيس صح؟ وليكن مثلا دي نقطه ايه ودي نقطه بي. حد عنده مشكله؟ احط الاكسيس بتاعتي كده ده اكس والاكس ده كده ايه؟ زد مثلا. يبقى انا عندي تو بوينتس دول ليهم نفس البريشر وبالتالي الدلتا بي بينهم هتبقى صفر. يبقى هوصل للمعادله دي صح؟ اللي هي الدلتا زد على الدلتا اكس يساوي نيجاتيف اي اكس على اي زد زائد الجي صح يا جماعه؟ طيب الدلتا زد اللي احنا ايه لازم نثبت مين فيهم اللي هي يعني مين واحد ومين اثنين. فبالتالي انا هقول مثلا الزد بتاعت الاي ناقص البي. حلو؟ يبقى عندي الزد بتاعت الاي اللي هي كام؟ 28. الزد بتاعت البي يبقى الفرق كام؟ 13 على الدلتا اكس زي نفس الترتيب اللي انت بدات بيه. يبقى الاكس ايه ناقص مين؟ ناقص الاكس بي. طب الاكس ايه بكام يا جماعه؟ بزيرو. الاكس بي ب 100. يبقى كان عندك هنا زيرو ناقص كام؟ 100 يساوي نيجاتيف الاي اكس. هو قال لك ان في اكسلريشن في اتجاه الزد، ما قاليش. يبقى ده كده زيرو زائد 9.81. يبقى اروح من هنا اجيب مين يا جماعه؟ الاكسلريشن في اتجاه. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ في حد مش فاهم؟ يقول لك ان انت عندك التانك بالشكل ده تمام؟ المنسوب بتاع الفلويد اللي جواه 1 متر والطول اللي هو اللي بالعرض ده 1.3 متر. بيقول لك ان في مسافه فري فوقيه 3.10 ايه متر. حلو كده. وحاطط ثلاث نقط هو جوه الريزرفوار ده، دي نقطه اسمها A ودي نقطه اسمها B ودي نقطه اسمها C. عايز يعرف البريشر عند A وB وC في الثلاث حالات دول. الكيس الاولانيه ان الفلويد بتاعك لسه ما بيتحركش اصلا، ولا هو ولا الريزرفوار اللي موجود جواه. النقطه الثانيه ان الاكسلريشن في اتجاه الاكس 9.8 متر بير سكند سكوير وفي اتجاه الزد بزيرو. والثالثه ان يبقوا الاثنين قد بعض ويساوي 4.9 متر بير سكند سكوير.
نعمل ايه؟ في حد شاطر عايز يجرب؟ جرب جرب الحته دي له بونص طبعا. ماشي طيب بتوقت عند الايه؟ يعني كده ماشي. مين تعال بس لو جاوبت غلط مش هنديك بونص وهنقصك. تمام طب قبل ما نحل يا جماعه حد عارف ايه الابلكيشنز بتاعه حاجز اللي احنا بندرسها؟ انا لسه والله كنت اسال السؤال. طب اسالني بالظبط انا هستفاد ايه لما اعرف. طب حد يقدر يجاوب على الباشمهندسه؟ في حد عارف يعني ايه الابلكيشنز اللي في الحقيقه اللي ممكن اشوفها في حاجه زي كده؟ يعني ايه ده عم بي مثلا لو بنقل لو في عربيه بتنقل مثلا سائل المفروض تبقى يعني يقول السواق يمشي على سرعات معينه. سلام صح والله مش بتريق على الكونتينر اللي مش احنا مش احنا زي ما هنحل في السؤال ده دلوقتي مش المفروض ان البريشر ده بيقعد يتوزع ويتغير من نقطه لنقطه صح كده؟ المفروض المفروض انك تبقى عارف او بناء على الاناليسز انت اللي هتعمله يعني هتبقى عارف الماكسيمم بريشر اللي هيحصل في الريزرفوار ده يبقى كام ومكانه فين ولما يكون الراجل الدرايفر اللي بيحرك الحاجه اللي بتنقل الفلويد بتاعك ده ماشي باكسلريشن كام. تمام كده يبقى بالتبعيه كل القيم دي هتبقى كام صح وبالتالي ممكن تديله ريكومنديشنز مثلا ان هو ايه ما يعملش اكسلريشن مره واحده. فاهمين قصدي؟ يعني انت ممكن توصل من 0 ل 100 كيلومتر في الساعه لو حد فيكم بيسوق مثلا ممكن توصل لها في 10 ثواني لو عربيه مثلا جديده شويه صح لو عربيه تعبانه شويتين يعني ممكن توصل في 14 ثانيه. تمام كده ممكن هو يحط له ريكومنديشنز انك ما تعملش اكسلريشن مره واحده عشان احنا زي ما اتفقنا ان الثيتا دي وكل البريشرز دي هتبقى فانكشن في ايه في الاكسلريشن اللي اتحرك بيها صح. فبالتالي يبقى ده من احد الحاجات من احد الديزاين بارامترز بتاعه الحاجات اللي بتنقل خاصه الفيول. يعني في حاجات النقل بتاعها مش هيعمل لي مشكله يعني لو بنقل الميه مثلا لو وقعت في الشارع كلها ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل حاجه صح هو في الاخر غلط بس ايه الايه معلش قولي قول. تمام فالموضوع ده بيظهر اكتر في الشركات المتخصصه في نقل البترول احنا طبعا عندنا في مصر الموضوع ده منتشر جدا يعني. هو كده كده مش هتدلق لان هي سيلد المشكله ما بتبقاش ان هو يدلق عربية تتقلب مثلا. هو على فكره اللي انا هقوله دلوقتي ده فكره سؤال بيجي في الميد تيرم والفاينل اللي انا هقوله دلوقتي حالا. لو انا عندي الريزرفوار ده مقفول مقفول والفلويد بتاعي انكمبريسبل ومليان على الاخر طب لما اتحرك باكسلريشن هيبقى فيه افكت ولا لا؟ في كورسور ذاتي صح لما يجي يقف مثلا يعني هيجي هي هم عكس بعض. خلي بالك انت لو بتاكسلريت بيميل لورا لو بتديسلريت يميل لقدام. فاهم قصدي؟ ماشي بس مش ده السؤال. لو انا عندي مليان للاخر هل الفري سيرفيس بتاعي هيبقى مايل ولا هيبقى عدل زي ما هو ولا هيبقى ايه الوضع؟ عدل بس هيعمل. طب سؤال تاني الناس تعمل اناليسيز ازاي عشان تقيس مثلا على سبيل المثال لو انا عندي كونتينر كده مليان للاخر وعايز اعرف الكورنر اللي الناحيه دي ده في حاله الاكسلريشن البريشر فيها هيبقى كام؟ المفروض لو هو واقف مكانه هيبقى زيرو صح؟ لان ده الفري سيرفيس بتاعي. طب انا عملت اكسلريشن انا اللي احنا قلناه من شويه المفروض ان لو هو مش مقفول كان هيميل ومش عارف ايه وبعدين والقصه دي. طب دلوقتي يعمل ايه؟ بيعملوا حاجه اسمها ايماجينري فري سيرفيس. فري سيرفيس ايه؟ تخيلي وبناء عليه بيقدر منه برضو يحسب الايه؟ يحسب البريشرز دي. حد فاهم قصدي؟ فاهمين بجد؟ هي اتلس بعد حسبتها اللي هي الرو في الاتش البي بريجر عند بي بريجر عند سي بتساوي هتطلع ب 9810 والبي عند الاي لو انا بحسب دلوقتي هتطلع ب 0 عشان ده اير عادي. في الحاله الثانيه الاي اكس بتساوي 9.8 ففرق الضغط يبقى بتساوي نيجاتيف التغير اولا في الزد ده يبقى ب 0 فمش محتاج الكوس ده فتبقى نيجاتيف رو في اي اكس اكس 2 اللي هي ب 0 ماينس اكس 1 اللي هي ب 1.3 وهتطلع الحسبه دي كده بس انا مش عارف الصراحه اذا هتطلع دي لوحدها ازاي ودي لوحدها ازاي. طيب مش مهندس عمل دلوقتي غلطة قاتلة يعني حد عارف؟ لسه حاصلين احنا لا يعني هو عمل حاجة كويسة في الأول وبعدها فكده خلاص ايه كل يعني.
مش احنا زي المعدل هناك دي يا جماعه كده؟ مش احنا قلنا ان ان التو بوينتس لما اجي احسب فرق البريشر بينهم لازم ابقى عارف الاكسات والزدات صح كده؟ طيب حلو. هو دلوقتي قال لك ايه؟ قال لك ان التو بوينتس بتوعك اللي هم البي والسي تمام، هيبقى فرق، حط المحاور بتاعته هنا وقال لك ان فرق الاكسات بين الاثنين خلاص انا عارفه، وفرق الزدات بين الاثنين خلاص هو بزيرو صح كده؟ ده كلام جميل جدا، بس في نقطه لازم تحددها قبل ده. مش احنا قلنا قبل ما احل وقبل ما اعمل اي حاجه لازم ابقى عارف الاورينتيشن بتاع الفري سيرفس الجديد هيبقى عامل ازاي؟ فاهمين قصدي؟ بغض النظر عن السؤال صح ولا غلط، انت دلوقتي عندك محكوم بثلاثة من عشرة متر صح؟ دول اللي فوق. طب افرض انا كده معلش سنة، يعني انا المفروض يا جماعه لو ده السنتر لاين بتاع الريزرفوار ده حلو كده، المفروض ان ده مع الاكسلريشن هيميل كده صح؟ طب لو زودت الاكسلريشن كمان شويه هيميل لحد هنا كده، طب لو زودتها كمان شويه المفروض نظريا هو هيبقى عايز يجي كده صح؟ فوجود البارير ده خلاص الفوليوم اللي هنا ده مش هينفع يطلع فوق كده، فيقوم يعمل ايه؟ يشفت للفري سيرفيس ده لقدام كده، فاهمين قصدي؟ فيبقى شكل الفري سيرفيس بتاعي ده يبقى كده الجديد اهو صح يا جماعه؟ حد معترض على الكلام ده؟ طب اعرف بقى منين انا فين ازاي؟ يعني اعرف انا انهي كيس فيهم؟ انا هطلع هبقى تحت الثلاثه من عشره ولا فوقيها؟ اعرف منين؟ اعرف من الدلتا زد او من السيتا صح؟ تعالوا كده نمسح اللي احنا عملناه. خلينا ناخد يا جماعه جنرال ايه؟ كيس بالنسبه لك كده حلو؟ وهقول والله ان البوينت دي مثلا والبوينت دي سمي دي كده معلش معايا ال1 حلو، والطول ده المفروض ان هو هيبقى بوينت 6 5 صح، اللي هو نص الكام؟ مش الزاويه اللي هنا دي هي نفسها الزاويه اللي هنا دي صح؟ صح يا جماعه؟ دي طريقه، او نطبق بالنقطتين عادي، يعني سمي دي مثلا دي ايه؟ سمي دي 1 وسمي دي 2 صح؟ مش هقدر اقول ان الدلتا زد على الدلتا اكس بيساوي نيجاتيف اي اكس على اي زد زائد جي، ده بالمين ومين يا جماعه؟ الواحد واثنين صح؟ طيب خلينا ناخد واحد هي الموجب بالنسبه لي او هي اللي هشيل منها يعني. فالزد بتاعت واحد هي هتبقى عباره عن ايه؟ واحد زائد ال واحد صح؟ طب الزد بتاعت اثنين؟ تبقى واحد، يبقى الفرق بينهم كام؟ ال واحد على الدلتا اكس دي هتبقى كام يا جماعه؟ فرق الاكس بين النقطتين 1 و2 هيبقى كام؟ 0.65 5 ده كده بيساوي نيجاتيف النيجاتيف على اي زد زائد جي. حلو كده يا جماعه؟ دي از ايه؟ از جنرال رول، يعني كقاعده عامه ليه صح؟ طيب تعالوا ناخد اول كيس، لو خدنا الاكسلريشن بتاعتي ب 9.8 من 10 اروح اشوف ال1 دي ايه؟ تطلع كام؟ تمام؟ لو حضرتك حطيت دي 9.8 من 10 وحطيت دي 0 هتلاقي ان ال1 هنا هتطلع اكبر من كام؟ من 3 من 10. يبقى اذا اللي انا بعمله ده ايه؟ مش هينفع صح كده؟ يبقى خلاص انا بقيت متوقع ان لازم يحصل شيفتنج لمين؟ للفري سيرفيس، خلاص هو ما عادش هيمر بالسنتر لاين ده، ما عادش هيبقى شكله كده، المفروض ان شكله يتعدل يبقى كده. انا لو ده السنتر لاين بتاع حضرتك اهو ده هيبقى قدام كده. حد معترض يا جماعه على الكلام ده؟ طيب لو رحت حسبت ال1 وطلعت اقل يبقى خلاص قشطه، يبقى هي دي الكيس بتاعتك وتشتغلها عادي، اللي هي دي الكيس رقم سي. رقم سي يا جماعه هتيجي تحسب ال1 دي هتطلع اقل من بوينت سي، اعتقد هتطلع بوينت 2 حاجه يعني، فبالتالي دي خلاص هقدر احلها عادي. حد عنده مشكله؟ دي اللي فيها مشاكل. فبالتالي الفري سيرفيس المفروض هيتشفت مسافه من هنا اسمها ال1 انا ما اعرفش دي فين اصلا صح؟ وهينزل مسافه هنا اهو كده اسمها ال2 برده ما اعرفش دي فين. يبقى لازم الاول عشان احسب البريشر عند A وB وC لازم اديفاين كويس مين؟ الفري سيرفيس بتاعي ده بقى مكانه فين الجديد؟ احسبه ازاي؟
بس تفكر كده معانا. نحسبه ازاي يا جماعه؟ يعني انت بالنسبه لك لو عرفت ال1 وال2 يبقى انت كده حسبت الايه؟ الدلتا زد هيكون ال2 والدلتا اكس هيكون 1 3 من 10 ال1. بين مين ومين؟ انهم نقطتين؟ في اللي فوق. يعني هو الباشمهندس بيقول ايه؟ بيقول لك ان النقطه دي على الفري سيرفيس الجديد صح؟ سميها مثلا 1. والنقطه دي على الفري سيرفيس برده الجديد سميها 2 صح؟ مش هقدر اقول والله ان دلتا اكس سوري زد على دلتا اكس نيجاتيف اي اكس على اي زد زائد جي صح كده يا جماعه؟ طيب النقطتين دول الدلتا زد بينهم كام؟ عندك نقطة واحد الزد بتاعتها كل ده اللي هو 1.3 صح؟ كده اهو نكتب مع بعض يبقى ده كده 1.3 ناقص الزد بتاعت نقطة 2 اللي هي الحتة دي صح يا جماعة؟ اللي هي هتبقى 1.3 ناقص مين؟ ناقص ال2 يبقى ده ناقص 1.3 ناقص ال2 تبقى زائد صح كده؟ طيب يبقى ده كده الدلتا زد. طب الدلتا اكس الاكس بتاعت نقطة واحد هي مين؟ ال1 يبقى ده كده ال1 ناقص الاكس بتاعت نقطة 2 اللي هي تبقى كام يا جماعة؟ 1.3 ده كده بيساوي نيجاتيف ال A بتاعت الاكس اللي هي 9.8 على A زد ب 0 زائد 9.8 صح؟ حد عنده مشكلة؟ طلع لي معادلة واحدة في مين؟ ال1 وال2 صح؟ مش دي معادلة واحدة في الاثنين مجهولين؟ يبقى انا دلوقتي مش عارف احل المعادله دي يبقى لازم اوجد معادله ثانيه. اجيب المعادله الثانيه منين يا جماعه؟ الفوليوم. من الفوليوم. مش هو الفوليوم بتاع الفلويد بتاعي اللي موجود المفروض ان هو هيفضل زي ما هو صح؟ قبل الحركه زي بعد الحركه لان مفيش حاجه وقعت بره الايه؟ بره التانك. فالفوليوم بتاع الفلويد بتاعي هو الاصل الماس يعني بس هو ما قالكش ان الروب تتغير وبالتالي الفوليوم بتاعك يبقى ايه؟ يبقى واحد. طب الفوليوم بتاعي اللي هو الاولد بقى اللي هو قبل الحركه ده هيبقى عباره عن ايه؟ الطول ده اللي هو احنا بنتكلم عن الفلويد يا جماعه فلويد ها؟ يبقى ده 1.3 في العرض الويتس اللي هو جوه السبوره يبقى ده 1.3 في الويتس صح؟ طب الفوليوم الجديد اللي هو المفروض الفوليوم بتاع الجزء ده كله بقى ده هو صح؟ اه ده كده 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 صح كده يا جماعه؟ ممكن يتحسب بكذا طريقه براحتك بس اهم حاجه تبقى عارف انت بتعمل ايه. يعني ممكن واحد ياخده مثلا ايه؟ ياخده المربع الكبير ده كله بالعرض ناقص المثلث ده صح؟ مش ده حل؟ ممكن واحد ياخده المستطيل الصغير ده كده اهو زائد شبه المنحرف ده صح؟ براحتك ايا كان يعني خلينا ناخده مثلا المربع ناقص المثلث ده يبقى المربع بتاع حضرتك ده هيبقى 1.3 في العرض صح كده ناقص المثلث ده يا جماعه هيبقى عباره عن ايه؟ نص نص في ال2 في الطول ده اللي هو هيبقى كام؟ 1.3 ناقص ال1 ايه يا جماعه؟ الويتس صح كده؟ تساوي الاثنين دول ببعض يبقى انت جبت علاقه ثانيه بين مين ومين يا جماعه؟ بين ال1 وال2 كده كده عندك الويتس ده هيتلم من كل المعادله فيبقى لك بس معادله كمان بتربط بين مين ومين؟ ال1 وال2 اروح اعوض هنا يبقى انا جبت مين يا جماعه؟ ال1 وال2 طب لو عايز تجيب البريشر عند اي نقطه خد نقطه من النقط بتاعت الفري سيرفيس اللي هي بقت معرفه دي وقول والله عايز اجيب مثلا بريشر عند ايه؟ فاقول والله بي ايه ناقص بي1 هيساوي نيجاتيف رو اي اكس في الاكس بتاعت ايه ناقص اكس واحد ناقص نيجاتيف رو في اي زد زائد الجي في الزد بتاعت ايه ناقص زد واحد. حد عنده مشكله في كده؟ نقطه ايه اهي والمحاول بتاعت حضرتك انت حاطط الاوريجن بتاعك هنا صح؟ يبقى الاكس بتاعت نقطه ايه بكام؟ بزيرو. الاكس بتاعت نقطه واحد بكام؟ ال واحد. الزد بتاعت نقطة ايه؟ هي نفسها الزد بتاعت نقطة واحد، صح كده؟ يبقى ده كله ايه يا جماعة؟ تارجت. يبقى تقدر تحسب بريشر على نقطة ايه ولا لا؟ ما تنساش ان ده طبعا بزيرو برضه عشان بتاعت بيسر. صح؟
بريشر عند ايه هيساوي رو في الاي اكس في ال1. صح يا جماعه؟ يبقى اذا كل ما ال ده يكبر كل ما البريشر عند نقطه ايه يحصل له ايه؟ يزيد. صح؟ يبقى اذا كل ما الراجل ده هيأكسلريت اسرع، ده اللي كنا بنتكلم فيه من شويه، الفري سيرفيس بتاعك ده هيروح لفين؟ يروح لقدام. صح؟ وبالتالي ال1 يزيد وبالتالي البريشر عند نقطه ايه يزيد. الناس فاهمه قصدي؟ وبالتالي لو انت حاطط حاجه قافل بيها مثلا الريزرفوار ده عند نقطه ايه دي والحاجه دي ضعيفه، لازم تبقى عارف البريشر الماكسيمم عندها يبقى كام عشان يقدر يستحمل الكلام ده. فاهمين قصدي؟ حد عنده سؤال يا جماعه؟ وبالتالي بي برده وسي هتحسبهم بنفس الطريقه. حد عنده سؤال؟ عندك نفس اللي شفت السؤال الاولاني بالظبط، بس بدل ما كان بيتحرك على مستوى افقي بقى بيتحرك على مستوى مائل في زاويه كام يا جماعه؟ 30 درجه. وقال ان هو ده شكله كده اثناء الموشن بتاعته، ان طول او الارتفاع بتاع النقطه دي هنا كان 28 سم والنقطه دي كانت ارتفاعها 15 سم. ده هو بيسالك بيقول لك عايز اعرف اصلا ده بيتحرك لفوق ولا لتحت، وبيتحرك لفوق او لتحت باكسلريشن قد ايه؟ ده السؤال. نعمل ايه؟ الويك بتاعه وعملها واسويها بالام 8 وعملها ريزوليوشن واسويها بالام 8 ماشي، بس في حاجه بديهيه اكتر من كده شويه وهتيجي. ماشي، بس في حاجه اسرع واسلس من كده. هو لازم نقول ان الشكل باين ان هو بيتحرك لفوق. لفوق؟ شكل الرسمة بتاعته اللي هو مايل لورا، فهو بيتحرك لتحت يبقى مايل قدام. صح؟ مش كده ولا ايه؟ مش عارف. فكر كده معايا، فكر كده معايا. لو انت عندك حاجة بالشكل ده كده من غير موشن خالص، ودي الكارت بتاعتك اهي، حلو؟ والزاوية هنا 30 درجة من غير أي حركة، وده كده المستوى الأفقي. سوري. وده كده خط أهو موازي للقاعدة بتاعتك ده، حلو؟ المفروض من غير حركه خالص اللي هو المنسوب بتاع المايه جوه يبقى شكله عامل ازاي؟ المفروض يبقى موازن ده. صح؟ يعني ده يبقى كده اهو، يبقى ده كده الخط ده بيوازي ده. صح؟ طب الزاويه بينهم دي تبقى كام؟ 30 درجه. الزاويه دي 30 درجه يعني الزاويه دي تبقى 30 درجه. صح؟ حد عنده مشكله؟ طب الراجل الطيب ده لو اتحرك لفوق الزاويه دي هتزيد ولا هتقل؟ هتزيد. اكتر من 30. طب لو بيتحرك لتحت هتقل، يبقى اقل من 30. صح ولا لا يا جماعه؟ يبقى انت اول حاجه تعملها تروح تشوف الراجل الطيب ده مايل بزاويه كام. فهروح جاي كده واقول والله ان دي تيتا. صح؟ ماشي تمام. واشوف الفري سيرفيس ده مايل بكام، هتلاقي ان انت عندك الطول ده 13 والطول ده 100، يبقى تان سيتا ده 13 على 100 يساوي 13 على 100. لو جيت تجيب الزاويه هتلاقي ان السيتا بتاعتك دي تقريبا 7.4 درجه. يبقى ده اقل ولا اكتر من 30؟ يبقى هو طالع ولا نازل؟ نازل. صح كده؟ حد عنده مشكله؟ طيب ده جميل. يبقى انا كده جاوبت على نص السؤال، عرفت الايه؟ دايركشن بتاعه. يبقى ده كده خلاص نازل اهو، يبقى نازل باكسلريشن اسمها ايه؟ عندك طريقتين بقى عشان بعد كده تحسب قيمتها بكام؟ الايه؟ فكرة انك تحط المحاور فين؟ فاهمين قصدي؟ يعني انا ممكن احط المحاور بتاعتي هنا كده مع الكارت، احط ده اكس وده زد. حد عنده مشكلة؟ ممكن واحد تاني يقول لك لا يا عم ما تدخلنيش في اللعبكة دي، انا عايز احط هنا ادي محور اكس وادي محور زد. عندي هنا الوزن بتاعي وعجلة الجاذبية لتحت. صح كده؟ الاكسلريشن بتاعتك دي جاية ازاي؟ مش جاية كده؟ تتحلل. يبقى تتحلل لمركبتين. صح يا جماعة؟ تمام. المفروض الاكسلريشن بتاعتك جايه كده، فانت هتحللها لمركبتين، واحده كده وواحده كده. صح؟ الزاويه بينهم دي كام يا جماعه؟ يبقى كده ايه كام؟ والتحت يبقى دي كده الاي زد. صح؟ ودي كده ايه؟ اكس. بس خلي بالك هي رايحه في اتجاه اكس الايه؟ السالب، ودي رايحه في اتجاه اكس الايه؟ سوري زد الايه؟ السالب برضه. صح؟ طب جميل جدا. مش احنا كنا بنقول ان لو انت عندك نقطتين على الفري سيرفيس بتوعك، صح؟ بتقول ان تاني السيتا هو الدلتا زد على الدلتا اكس، وتاني السيتا ده كان بيساوي النيجاتيف اي اكس.
الاكس على الاي زد زائد الجي صح؟ صح كده؟ خلاص انت بقى معاك الاي اكس معروفه ومعاك الاي زد معروفه ومعنا الجي بس كلهم في الاي يعني اللي هي اللي انا عايز احسبها تمام بس انا عرفت هي كام؟ هنا اي كوزاين وهنا اي ساين صح؟ يبقى اذا الناحيه دي كلها اللي مجهول فيها مين يا جماعه؟ الاي بس صح كده؟ طب السيتا بقى اخد انهي سيتا؟ في الكليه في الحاله دي لا هناخد ركز كويس الاول قبل الحركه خالص كان الفري سيرفيس مايل بزاويه 30 صح؟ لما اتحركت بقى مايل بزاويه كام؟ 7.4 من 10 يبقى الاكسلريشن بتاعتي عملت لي ايه؟ نزلتني من 30 لكام؟ 7.4 يبقى اذا فعليا الانجل اللي حصلت نتيجه الاكسلريشن هي مين؟ 7.4 فرق بين الاثنين صح؟ يبقى اذا الثيتا اللي انا قصدي عليها هنا خلينا نسميها الفا عشان ما تلخبطش هتبقى 30 ناقص كام يا جماعه؟ 7.4 حد عنده مشكله؟ يبقى هنا خلاص المعادله دي كلها اللي مجهول فيها ايه تقدر تجيب الايه بكام؟ حد عنده مشكله في الكلام ده؟ في الفلويد دي في المحاضره؟ كان في لا في دلوقتي الاسبوع ده سمعت حد قال فيه كنت سألت الدكتور كان مجدش الأسبوع اللي فات قال لي تعالى من الأسبوع اللي جاي حضره طيب الناس ركز بقى كده الجزء الثاني هو الايه الانجلر موشن او روتيشنال موشن الراجل الطيب ده بيلف حوالين السنتر لاين بتاعه بروتيشنال سبيد اسمها ايه اوميجا نفس اللي حصل هنا هو اللي حصل هناك بالظبط خلي بالك من الكبار صغير كده وليه دايمنشنز دي ار وهنا دي اللي هي الواي مثلا ولا اي حاجه وفي اتجاه الراس دي زي وطبقوا عليها يا جماعه كل الايه الجوفرنينج ايكويشنز فوصلوا للشكل ده لو ان تغير البريشر مع الزد دايركشن بيساوي نيجاتيف رو جي تغير البريشر مع في اتجاه الريديوس بيساوي بلس الرو في الاوميجا سكوير ار الاوميجا سكوير ار دي يا جماعه دي الاكسلريشن النيجاتيف يعني الاكسلريشن في اتجاه الايه في اتجاه الريديوس تمام وقال لك ان ده كده هو ده اتجاه الريديوس بتاعك والاتجاه الراس ده هو اتجاه الايه اتجاه الزد حد عنده مشكله في الكلام ده نفس اللي عملناه هناك برضو لما اجي اجيب تغير البريشر او اربط فرق البريشر بالنقطه والثانيه هفك التوتال ديفرنشيشن ده البارشلز وبعدين اعمل انتجريشن هلاقي ان فرق البريشر من اي نقطتين في الفلو فيلد بتاع ده كله فانكشن في مين يا جماعه؟ الزد والاوميجا ومين؟ والاراضي. حد عنده مشكله؟ في حد مش فاهم؟ طيب لو عايز اجيب الايكويشن بتاعت الفري سيرفيس يبقى اربط نقطتين على الفري سيرفيس صح كده يا جماعه؟ يبقى فرق البريشر بينهم كام؟ زيرو صح؟ هيبقى عندي زيرو هيساوي نيجاتيف رو جي في الدلتا زد بينهم صح كده؟ بلس رو في الاوميجا سكوير في اللي هي الدلتا ار سكوير صح كده؟ على الاثنين، حد عنده مشكله يا جماعه؟ نطير ده مع ده فهلاقي ايه؟ ان جي زد 2 ناقص زد 1 او خلينا نقول كده احسن. الايكويشن دي يا جماعه تعبر عن ايه؟ ركز بقى. الايكويشن دي هل دي ستريت لاين زي اللينير موشن؟ انت عندك هنا ار ايه؟ ار تربيع هنا الزد بترتبط مع مين؟ مع الار تربيع مش هنجي الزد مع الاكس يبقى اذا المعادله دي مش ستريت لاين تبقى ايه؟ بارابوليك تمام؟ يبقى اذا الجزء ده يا جماعه هو جزء من ايه؟ من بارابولا مش ستريت لاين زي الايه؟ زي الدنيا حد عنده مشكله؟ في
في عندك سبيشال كيس في مشكله امالي في سبيشال كيس للانجولر موشن طب انت خلاص بقى خلاص فجأة بعد هتعمل حاجه دلوقتي خلص سكشن وبعمل اللي انت عايزه تمام فانت عندك دلوقتي سبيشال كيس لو الاليمنت بتاعك ده اللي هو الفلويد بيروتيت حوالين السنتر لاين بتاعه وبالتالي بيطلع يعني لو قلنا ان المسافه دي كده ما بين اوطى نقطه واعلى نقطه اسمها زد فقال لك ان نص الفلويد ده بيطلع فوق زد نويت على الاثنين والنص اللي ينزل تحت من الفيسيبس القديمه يا جماعه فاهمين قصدي ما قلناش حاجه نقول بس لو في سيمتري يعني ده بيروتيت حوالين السنتر لاين بتاعه بالظبط فبالتالي ده هياخد الشكل ده فقال لك لو الطول ده زد نوت فبالتالي هو هينزل نصه من فري سيرفيس ويطلع فوقيه النص الثاني فوقيه تمام ولو عندك الريديوس ده زيرو يبقى الريديوس ده ار كابيتال لو جيت تعود هنا في المعادله هتلاقي ان فرق الزدات بين النقطتين هو ده زد نوت وفرق الارات هو الار كابيتال يبقى الكلام ده بينفع امتى يا جماعه في حاله السيمتري ويبقى الزد نوت دي المقصود بيها هي المسافه دي. حد عنده مشكلة؟ طب حاجة مش موجودة في الشيت. لو انت جيت تحسب المفروض ان انت عندك الزد نود على الاثنين دي هي دي النص صح كده؟ لو كان عندك المنسوب بتاع الريزرفوار بتاعك اللي فيه الفلويد اوطى من الزد نود على الاثنين دي يبقى هنا هيحصل ايه يا جماعة؟ يعني انا جيت دلوقتي قلت ان ده سيمتري سيمتري بروبلم صح؟ وبالتالي هطلع هنا زد نود على الاثنين وهنا النص. النص الثاني صح كده؟ طب انا اصلا الريزرفوار بتاعي اخره اوطى من الزد نود على الاثنين الباقي ده يروح فين؟ شفت لجوه كده شويه وشفت ليه؟ ما يندلق لا هو بقى فوق المساله اللي فاتت هو شفت عشان كان مجبر صح؟ صح هو مقفول ولا مش مقفول؟ لا مش مقفول ما هو مقفول لا هيقع هيسبل صح كده؟ صح ولا لا؟ صح صح كده مقفول بس لا لو انت عايز طلب منك في المساله انك تتشيك هيحصل سبيلنج ولا لا هيدلق ولا لا فانت تعمل اللي انا بقوله فهمت قصدي اه حد عنده سؤال الحمد لله هنعمل ايه ده الفلويد بتاع حضرتك اهو وده بيروتيت اولا المساله دي سيمتري ولا لا سيمتري ولا لا لا هو مش بيلف عند نفس السنتر لاين دي رقم واحد رقم اثنين ان هما كمان كل ليج من الاثنين دول ليها ليها دايمتر مختلف حلو ده كده شكل الفري سيرفيس بتاعك صح يا جماعه ماشي الراجل بيقول لك ايه لو ده شكل الفري سيرفيس بتاعك عايز يعرف الاوميجا اللي المفروض ده يروتيت بيها عشان يعمل الشكل ده وهو مدي لك ال ال دي ب 7.5 سم يعمل ايه هو ده اليوتيوب يعني؟ اه. ايه؟ انا بقول لك حاجة مش كوباية مفتوحة على بعضيها. مش بتقلب انت بتروتيت بتلففها كلها. مش بقلب. لا انت كده حاجة تانية خالص. انت كده تقريبا جعان. اه والله. طيب نعمل ايه يا جماعة؟ القوانين هناك اهي ايوه الارقام هنا اولا هدي لينير ولا انجولر انجولر يبقى عندك كام قانون فرق البريشر بين النقطتين ومعادله الفري سيرفيس صح سيمتري هو مش سيمتري يبقى انا بقى وكم معادله معادلتين بس صح في نقطتين انا عارف البريشر عندهم في اي نقطتين عارف فري سيرفيس يبقى اذا اخد دي مثلا واخد دي ماشي صح لو انا حطيت ادي الزد بتاعي اهو وادي الار صح يا جماعه يبقى انا عارف الار بتاعت نقطه وليكن دي سميها ايه صح دي سميها دي انا عارف الار بتاعت نقطه ايه اللي هي نص ال صح كده وعارف الار بتاعت نقطه بي اللي هي 1.5 ايه وفرق الزدات بين الاثنين هو مين 2 ال يبقى انا اروح قايل كده اهو زد ايه مثلا ناقص زد بي بتساوي بص هناك كده المعادله دي اوميجا سكوير في ار اي سكوير ار بي سكوير على 2 جي بالنسبه لاي وبي
عندي الزندات وعندي الاراد يبقى المعادله دي موجود فيها مين بس يا جماعه؟ تمام. حد عندي مشكله؟ الجزء ده لو جه في امتحان بيجي اصعب من كده. يعني هو للاسف مفيش افكار اكتر من كده في الشيت. حاول تبصوا على المحاضره او السنين اللي قبل كده. تمام؟ في افكار اكتر من كده. هو الجزء ده اخر في الدكتور؟ اه. اخر حاجه في الدكتور؟ اخر حاجه في الدكتور؟ هو شفت السنين ده اللي اتشرحت المره اللي فاتت داخل برضه في الدكتور. حد عنده سؤال يا جماعه؟ طيب طلعوا ورقه بقى.